مشاهدي متتبعي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في بث مباشر آخر من مدينة ورزازات. الموضوع اللي اختاريناه هو موضوع ديال بعض الشباب اللي في سن المراهقة أو من غير سن المراهقة اللي كيعنفوا الوالدين ديالهم، ولينا نسمعوا واحد قتل باه، واحد قتل مو بطريقة بشعة، واحد كيضرب باه كيعنف مو، يعني هادشي اللي ولينا كنسمعو كيضر في الخاطر بزاف. اشنو هو السبب؟ والسبب حيت بعدنا على طريق الله سبحانه وتعالى، او تعاطي المخدرات، او اسباب اخرى. اللي شاف اللي كان داز تحدا بحال هاد القصة هذه، او احد من الجيران ديالو او واحد من عائلته وقع كيدير بحال هكا لوالديه، يعاود يحكي لنا، يحكي لنا المعاناة، يحكي لنا المشاكل اللي شفتو، يحكي لنا هادشي اللي كيضر في الخاطر. ليلى اختي مرحبا بك، مرحبا بك اختي ليلى، مرحبا. سيليا سلام، فاتي سلام، اليكس شكرا خويا اليكس، شكرا ولك بالمثل. ايوب خويا اكيد الله يهديهم، الله يهديهم. ليلى السبب هو القرقوبي، يمكن نقولوا اختي ليلى، ليلى كتقول القرقوبي، غير الله يحفظ لنا وليداتنا. امين اختي، وحفظ جميع المسلمين، وليدات جميع المسلمين. محمد خويا سلام، شهرزاد سلام اختي، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر من مدينه ورزازات. محمد صالحي، ايوب توريت خاويه كاين البرد اخويا ايوب، كيشهد البرد، مرحبا بك. عبد الله اخويا، عبد الله حنا كنناقشوا ماشي باش تقول لنا هل انتم مسلمون، حنا كنناقشوا موضوع يعني كيخصنا جميع، لانه هادشي اللي ولينا كنشوفو ولا كيخلع ولا كيضر في الخاطر. حنا ما باغينش حتى شي واحد ديك الحاله، يعني حاشا ولله باش نشوف واحد الانسان يضرب والديه، ولا حنا ما كنبغوش كنتخيلوها اصلا، احسن نشوفوها عباش نتخيلوها ولا نسمعوها كضرك في الخاطر. احسن تشوف واحد الانسان كيضرب والديه راه لا اله الا الله محمد رسول الله. عزيز السبب هو ابتعادنا عن الدين، داكشي اللي قلت اخويا عزيز، واش السبب هو ابتعادنا عن الدين او تعاطي المخدرات؟ الله اعلم. العلامات الصغرى، هي من العلامات الصغرى، والله يعلم يعلم لطفك يا الله. اخويا مو حسن عزيز، مرحبا خويا عزيز، خويا حسن مرحبا بك. السلام ياسين، ربي يهديهم اخويا ياسين، هذاك هذا هو الكلام صحيح، يا ربي يهدي جميع المسلمين. فاتي كتقول القرقوبي خرج على الشباب. محمد الله يستر، الله يستر، الله يحفظ وليداتنا ووليدات جميع المسلمين. مصطفى خويا مرحبا بك، ومرحبا بالجاليه المغربيه بفرنسا. ام اسماء الله يستر وصافي. محمد حسبي الله ونعم الوكيل. هبه اختي انا بلاصه هذه، انا اختي حدا قصبه التوريت، ها انت اختي قصبه التوريت، انت كما كتشوفي اختي هبه، حنا كنناقشوا واحد الموضوع، علاش ولاو بعض مساخيط الوالدين، اللي غنقولوا لهم مساخيط الوالدين، اللي كيضربوا والديهم كيعنفوهم او كيعنفوا، كتسمعي واحد ولينا كنسمعوا يا ربي السلام، واحد قتل مو، واحد قتل باه. لا تحزن مرحبا، يمكن ان يكون سبب ذلك الابتعاد عن الدين، عن الدين والمخدرات، خاصه الاقرى اسمها الويسه الله يعفو. انا في نظري كنقول ما يمكنش شي واحد يعني على وجه الارض كيما بغى يكون يقتل والديه او يعنف امه، راه ما يمكنش، لانه باش تعنف امك او تقتل الام ديالك او تقتل الاب ديالك راه يعني من المستحيلات، الا اللي ما كاينش في الوعي ديالو، يعني حتى هاد المخدرات وهادشي اللي ولا راه لا اله الا الله. شكرا خويا ياسين، ياسين سلامين من الجزائر، شكرا ومرحبا بناس الجزائر. هشام امازيغ،
علامات كبرى. ادريس وكل عليك الاخت. مرحبا خويا ادريس، مرحبا بك من ورزازات على المباشر. ام اسامه الله يدير شي تاويل الخير لهاد الشباب. دراري اختي شنقول لك ليلى اختي، ولا كلشي ماشي، ما غاديش نعممو، هو شي كيبليشي فهمتي، شي كيبليشي، والله يهدي وليدات جميع المسلمين يا رب يهديهم. الحمد لله بن عمر ورزازات تفججت حلا افولكي اللي كنهضر معاك بالشلحه. طه الله يهديهم، مهدي السلام عليكم، الله يصوب خويا مهدي. محمد الله يدير تاويل الخير. مريم الله يعفو يا ربي، راه الابتعاد عن الدين واتجاه لطريق مخدرات، وتبارك الله على مدينتي الجميله. مرحبا بك اختي مريم في مدينتك، وبناس دي ورزازات والناس اللي خارج ورزازات، للي خارج المغرب للي داخل المغرب، مرحبا في هذا البث المباشر من مدينه ورزازات. وهانتوما كما كتشوفوا ناس ورزازات راه عارفين قصبه توريت، هي قصبه توريت. ياقوت المخدرات، المخدرات. وسيمة وقع شي حاجة، الله يستر. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق الله العظيم. نهضر معك في هذا الموضوع الصوت وصورة. ياسين سليميني سليماني، اتصل بيا خويا في هذا الرقم، اتصل بيا ونهضروا. مرحبا على الصوت وصورة، مرحبا. هذه توريت ورزازات زينب. مخدرات، مخدرات، حيت ما يمكنش، ما يمكنش اختي واحد الانسان ينوض يقتل امه او يقتل باه الا ماشي في الوعي ديالو، ما غاديش ينوض شي واحد على وجه الارض. انا كنقول ما يمكنش واحد على وجه الارض يقتل الوالدين ديالو، الله وسع الوالدين، رضا الله سبحانه وتعالى برضا الوالدين، يعني ما يمكنش انسان يقتل والديه هكاك، واحد الانسان ماشي في الوعي ديالو. محمد تحيه طيبه لك من اختي، بعد عندنا على الدين، اش كنتظروا؟ عدم التربيه والرفقه السيئه، هادو هما العوامل اللي كي خويا، خويا محمد شتي الرفقه السيئه، انت كتصيفط بنتك او كتصيفط ولدك للمدرسه، راه ماشي غتبقى خويا ديال سبادر وغتمشي تتبعو، الله يهديهم يا ربي يهديهم. راه انت خدام، مرتك نقولك كاينه في الدار، هادشي اللي ما كانش الا كانت خدامه يعني شحال قد كتبقى مراقب هاد البنت ولا تراقب هاد الدري، الله يهدي وصافي، الله يهدي. وكنقولوا سميتو الباب الكبير اللي كيخلي الانسان يمشي لهذا الشيء هو المخدرات المهلوسه، كيف ما قالت الاخت دابا، قالت لك مخدرات مهلوسه اللي كدير قرقوبي. كوكو سمير عبد الرحمن، مرحبا خويا كوكو سمير، نتمناو من الله الهدايه اكيد، داكشي اللي كنتمنى خويا عزيز. صاحب المهام الصعبة، تقليد العم، يمكن نقولها خويا صاحب المهام الصعبة. شكرا على النقل، مرحبا خويا محمد، مرحبا بك، مرحبا بك، هذاك واجب. احنا دايما كنبغيو نناقشوا مواضيع اللي كضرنا واللي كتشوفها دابا كاينة، يعني باش تشوف كما قلت لك، ولينا كنسمعوا بزاف مواقع التواصل، ولينا كن هادشي غير كنسمعوا، اما ما شفناش بعينينا زعما، واش وكتنقل لنا الصوره، يعني باش تسمع اب دري كيعنف باه، او دري دابه الخيريه او دمو او قتلها، او يعني ماشي، انا في نظري كنقول ما غاديش نوض شي واحد يدير هكاك الا تا واخد شي حاجه ماشي في الوعي ديالو، واخدين قرقوبي كما كيقول. السلام. عمرو احلوق، عمر احلوق، السلام عليكم من روضات اكز اقليم زاكوره. اختي البعد عن الدين، البعد عن الدين، وكذا استعمال المخدرات بجميع انواعها، داكشي خويا، خويا عمر، داكشي اللي قلنا وداكشي اللي كيقولوا كاع الناس في لي كومونتير ديالهم، بان راه الناس بعدوا على الدين، وتا المخدرات المهلوسه راه كدير هكاك.
الله يشد الحق اللي كيبيعهم. حقا اختي حليمة اللي حليمة كتقول الله يشد الحق في اللي كيبيع المخدرات حتى فقدوا الأولاد الوعي. صاحب المهام صعبة، غزو الغرب مبدؤنا. خوتي تحياتي لك أختي، مرحبا أختي. خوتي حسن، مرحبا. فاتحة كتقول و كتقول عاونوا لا جونيس خدموا بحال هنا في اوروبا. يا ريت اختي فاتحه شي غادي نقول لك انايا. السلام عليكم روضات، مرحبا خويا. تحياتي رشيد الله يهديهم، اكيد الله يهديهم اخويا رشيد، ونتمنوا الهدايه لوليدات المسلمين جميعا. فاتي كتقول مرافقه سيئه، اللهم اعفو عنا. احمد سامي ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أمازيغ خصوص زيادة على سامير الناس اللي في قطاع البناء. خويا محمد الناس اللي في داك الناس اللي في داك الدومين هما يتواصلوا معانا، وحنا ما علينا نقلوا الصوت ديالهم، نوصلوا الصوت ديالهم. سلمى من على زاكورة، سلمي على زاكورة. كتسلم عليك زاكورة، زاكورة قريبة لنا ساعتين ونص ثلاثة السوايع. مرحبا بسلامك اختي. ماشي المخدرات خلينا ما درنا، ولكن كنصلوا للوالدين كن بصح. صاحب المهام كيقول ما خلينا ما درنا، ولكن ملي كنوصلوا للوالدين ديالنا كنسحاب. اي انا متفقه معك خويا، ولكن راه المخدرات المهلوسه الانسان اللي ما كانش في الوعي ديالو خويا راه يقدر تكون يقدر انت ما خليتي ما درتي، ولكن ما خديتيش داك القرقوب اللي كيخلي الانسان كيغيب ويقتل والديه وما كيكونش في الوعي ديالو، ما كيعرفش اش كيدير. نقول الله يهديهم ويدير. احمد كيقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذاك واجب خويا احمد، مرحبا بك في البث المباشر من مدينه ورزازات. خويا صاحب مهام ما غاديش نقول لك انا واش قرقوبي ولا الغبره كتغيب ولا هذا ولا كتخلي الانسان ماشي في الوعي ديالو، داك الشيء حنا ما كنعرفوش، ولكن اللي كنسمعوا بين راه داك هذوك القرقوبي راه كيغيب بنادم، ما كيحشاش كيدير وكيضرب راسو، احس كيحس شنو كيدير مع واحد اخر. واش اخويا ولينا نسمعوا شي حوايج كيخلعوا، واحد قتل باه، واحد قتل مو، واحد مارس كاع شنو الله يحضر السلام وصافي. هضره من ورزازات بلاد الخير والتمر، راه كثرت المشاكل للشباب ما يقدرش يتحكم في راسو في استعمال المخدرات. زينب كتقول الله يهديهم الدنيا هانيه. سلام صبا عمر قلعه السراغنه، مرحبا بك خويا عمر قلعه السراغنه. صاحب المهام الوالدين خط احمر اكيد، يعني الانسان يدير اي حاجه ولكن ملي كيوصل لوالديه خصو يحبس صافي. انا رشيد من الصويره، مرحبا خويا رشيد، مرحبا بك ومرحبا بالناس الصويره. علي السلام هو الموضوع خويا علي، كنهضروا على الشباب، بعض الشباب اللي ولينا نسمعوا دابا بير هذا ضرب مو، هذا ضرب باه، هذا الدبه الخيريه ما بقاش باغي باه في الدار، ما بقاش باغي مو ولا حقه كتجبد ليه صداع، لا هذا قتل مو، لا هذا قرد باه. يعني هادشي اللي ولينا كنسمعوا كيضرب في الخاطر. اشنو بان لك انت في هذا الموضوع؟ اشنو السبب؟ توفيق مرحبا بك خويا حفيظ، مرحبا.
فريد الله يهديهم. مرحبا خويا فريد، مرحبا بك في بث مباشر من مدينة ورزازات، مرحبا بك خويا فريد. توريا الله يلطف بينا اختي، الله يلطف بينا اختي توريا. اراش الله يهديهم اختي، موضوع مهم للنقاش. اخويا علي، الموضوع انا دائما كنبغي نناقشه، يعني ما غاديش دائما كيعجبني هذا الموضوع نناقشه، حيت كتشوف، حيت ولينا كنشوفوا بزاف هادشي في مواقع التواصل. يعني هذا ضرب به، هذا قتل به، هذا قرض امه، هذا اغتصب اخته، هذا تكرفس على مغتصب. واش هادشي ما كيضرش؟ واش هادشي ما كيضركمش في الخاطر؟ هادشي ولا كيضر بزاف. تصور انت تحط يدك على امك، تصور انت تضرب باك. صاحب مهام كيقول انه كاين حتى السحر، السحر كيخلي بنادم يدير هكا. واش غادي نقول لك، هو السحر كاين، هو السحر كاين والعين حق، ولكن ما عرفتش، ما نقدرش نقول لك انا حتى السحر. انا الحاجه الوحيده اللي كنقول هو الابتعاد عن الدين، بعدنا على طريق الله سبحانه وتعالى، وهاد الاقرى اسمها الويصه. انا بغيت نصوت اختي سعاد. انا السؤال، حنا كنناقشوا موضوع، سمعتي، حنا كنناقشوا موضوع اللي كيخصنا جميع. لانه باش انتيا كنتي انتيا الى واحد عام جيرانكم ضرب امه ولا ضرب باه، واش ما يبقاش فيك الحال؟ واش ما غاديش تولي مناش هذا المشكل، مناش هذا الشيء؟ واش انت ما يضركش خاطرك؟ هذا الشيء كتشوفي غف، قلت لك كنشوفه غف مواقع التواصل، احسن كيدار حداك. وانا متقنه كون كان شي واحد فينا داز ولقى واحد كيضرب باه، والله لا صبر، والله لا دازو خلاه، اكيد غيدافع على الاب، واخا يكون الاب ظالم. ما خصناش من دائما والدينا كيبقى خط احمر، توصل دير ما عرفت شنو، كتوصل لحد الوالدين كتوقف. الله يسمح لنا، اراش كتقول الله يسمح لنا من حق الوالدين. هنا بلاصه فرزازات، هذه قصبه التوريت اختي، حدا قصبه التوريت اخويا ابراهيم، ها انت هذه هي قصبه التوريت كما كتشوفوا، قصبه التوريت. وسعيد كيقول ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما، خذ لهما جناحا من الذل. هذا الشيء اللي ولينا تنشوفه بزاف سعاد اختي، بصح هذا الشيء اللي ولينا كنشوفه. كوكو انا من احد الغربي اصيله، الله يخليك على هذا البث المباشر وشكرا. مرحبا خويا كوكو اختي، هذا الشيء اللي نقدر نقول لك. الله يدير شي تاويل الخير صاحب، اكيد خويا معطاه، تحيه ليك اختي. مرحبا خويا معطاه، المشكله من قله التربيه خويا عزيز، ما غاديش نقول قله التربيه، ما غاديش نحكموا على الوالدين ما رباوش، لان خويا هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوا راه الوالدين، راه كاينين الدراري اللي ما كيهزوش العين في والديهم. شتي هنا كاينين، هنا مازال ناس وحق الله العلي العظيم، هنا كنهضر لك انا بالجنوب الشرقي، راه الناس راه باقيين كيشوفوا والديهم، راه ما كيقدروش يهزوا العين، راه الدري ما كيكميش قدام باه، راه ما يقدرش يكمي الكارو قدام باه، راه ما يهزش في باه العين، كيقول باه كلمه ما تنزلش للارض. وانا كنمشي وحق الله بحكم خدمتي، كنمشي للجبال، كنمشي للنواحي ديال الورزازات، كنمشي هنا الجنوب الشرقي، للناس الا واحد الاحترام ديال الاب وديال الام راه غريب وحق الله العلي العظيم. انا كنبقى نستغرب، كنبقى كنشوف كيفاش الطريقه باش كيهضر مع امه، كيفاش الطريقه باش كيهضر مع باه، ما يقدرش يهز العين قلت لكم في باه ولا في امه. ماشي التربيه، ماشي التربيه خويا، كاين شوف يربي الوالدين تاع يوم ساكن،
الوالدين كيصيفطوا ولادهم للمدرسه، واش هاد البيت غيمشي يجلس حدا المدرسه يقابل بنته ولا يقابل ولده؟ راه حتى هو خدام. هاد الام هذه واش تبقى دائما مقابله بنتها حدا المدرسه؟ غتعرفها فين مشات؟ راه مصيفطها مسكينه للمدرسه، وراه كتمشي تراقب، ولكن راه ما كتعرفش شنو كاين. راك انت ولدك شاد التليفون حداك، ولدك شاد التليفون حداك، ما كتعرفوش اش كيدير. انت غتحشم كل خطره انا نقلب لك داك التليفون، البنت انا نقلب لك التليفون، انا ما كتعرفوش راه حداك حداك جالس حداك وما كتعرفوش اش كيدير. الله يهديه وصافي. مرحبا بك خويا ابراهيم، انا من ورزازات ولكن حاليا في كازا. مرحبا خويا ابراهيم، مرحبا بالناس ديال ورزازات، الناس ديال الصحراء فيهم الحشمه خويا عالي. مرحبا خويا صاحب المهام، صاحب المهام الصعبه. خوتي خواتاتي ما سخيتش بكم. شكرا على التعليقات ديالكم، لا اللي جاتني زوينه لا اللي جاتني خايبه، مرحبا بالتعليقات ديالكم. ما سخيتش بكم كما قلت لكم، والهضره معكم زوينه والجماعه معكم زوينه، ولكن في بث مباشر اخر من مدينه ورزازات مع الاخت ديالكم زهيره. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تصبحوا على خير. مرحبا خوتي، تصبحوا على خير، الى اللقاء.